إن شاء الله راح نتكلم عن علاج سرطان المعدة عن طريق الجراحة. طبعا الجراحة هي العلاج الأكثر استخداما، وفيها يتم استئصال جزء أو كل المعدة، وأيضا من الضروري استئصال الأنسجة المحيطية بها مع استئصال جزء من الأنسجة السليمة كضمان. وأيضا قد يعني يفضل الجراح لاستئصال جزء المريء أو الطحال أو حتى المبايض أو الأمعاء أو يعني البنكرياس حسب درجة انتشار الورم. وأيضا نسبة الشفاء تصل تقريبا إلى 40% في العلاج الكيماوي مع العلاج بالأشعة مع العلاج البيولوجي مع علاج منوع أو مع العلاج بالعقاقير. كل هذه العلاجات لو تم استخدامها مع بعض ضد هذا الورم في المعدة ممكن يتم العلاج بنسبة 40%. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.